شاف دواء اي حاجه كندخلوها للجسد نتاعنا والا مزيانه لينا. الا دخلنا الدقيق الابيض عاوتاني راه كيلعب لينا على المغار، راه كنتقالو شي شويه. دونك يفو فريمون فيغ اتونسيون اشنو كناكلو، الماكله نشربو الماء مزيان، نعسو مزيان، تهلاو في الجسد نتاعنا باش المغار يكون مزيان نتاعنا. كنظن وحنا دابا غنربطوا هذا الموضوع ديال التغذيه، وكيف قلتي يعني فاش كنقولوا التغذيه كنقولوا ان الصحه ديال الانسان تتكون جيده. السيده طبعا خصها هي تهتم، ما بين الاشياء اللي خصها تهتم بها هي التغذيه ديالها باش تكون مهم جدا. شوفي انا نقول لك واحد القضيه، شتي بوغ لي بانيسمون باش السيده تلقى التوازن تاعها في حياتها كيخصنا واحد الربعه نتاع القيم. بيان سور كاينين دوطخ باغامتر اللي كناخذوهم حتى هما اون كونت، مي ربعه نتاع القيم الا ردينا ليهم البال، الا كنا واعيين بهم، الا خدمنا عليهم، راه غادي نلقاو التوازن في حياتنا. حنا في هذه الفقره هذه سمحي لي لاله ريم خصصناها للسيدات، السيدات باش نذكرهم بالموضوع ديال هذه الفقره هذه، هي كيفاش ان السيده تلقى التوازن ديالها في الحياه ديالها. اكزاكتومون وي. شوفي اول حاجه هي القيمه الشخصيه. شتي مهم جدا انه المراه ديها اولا في الجسد نتاعها، يعني في لو كور نتاعها، تنعس مزيان، تاكل مزيان، ترد البال للحويجات اللي كتكونسوميهم. وسي كيخصنا نردوا البال للفكر نتاعنا لو مونطال، شنو كنكونسوميو في لو كونتوني، شنو هما الناس اللي كنجلسوا، شكون هما النوع نتاع الناس اللي كنجلسوا معاهم، واش كنستمدوا منهم طاقه ايجابيه ولا طاقه سلبيه. كنردوا البال الافكار نتاعنا حتى هما، مهم جدا، حيتاش كيكون عندنا افكار سلبيه افكار ايجابيه نحاولوا نقصوا شامل الافكار السلبيه، نعززوا الافكار الايجابيه باش يوليو الواقع نتاعنا. كنردوا البال اوسي لي زيموسيون نتاعنا، الاحاسيس، المشاعر نتاعنا. شتي غير الواحد يكون سيده بلوتو، فيك حنا كنهضروا على السيدات، تكون واعيه بداكشي اللي كتفكر به، تكون واعيه بداكشي اللي كتحس به، تكون واعيه بداكشي اللي كتقوم به بالافعال نتاعها، باش تلقى ليكيليبغ في القيمه الشخصيه نتاعتها. كنزيدوا عليها القيمه العمليه، لو ترافاي اوسي، ليبانيسمون، تكون خدامه بو امبورت شتي النوعيه نتاعت العمل، ماشي مشكله. يعني الواحد كيحس او الوحده السيده كتحس براسها منتجه. اكزاكتومون فوالا برودكتيف. شتي يا اما عمل من 8 ل 6 العشيه، عمل ساعتين في لا جورني، اونتربرونور، تكون كتخيط، تكون هذا، تكون كونسيير في شي حاجه، بو امبورت النوعيه نتاع العمل، لو بلوز امبورتون سي كو تكون عندها واحد لانتيراكسيون مع 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 العالم الخارجي. العالم الخارجي اكزاكتومون، حتى هذا الشيء مهم. لانديبوندونس فينانسيير شي شويه حتى هي مهمه اوسي، ضروري خصنا نهضروا على هذا الامر هذا، لانه باش السيده تقدر توصل لمرحله التوازن خص يكون عندها يعني استقلاليه ماديه. استقلاليه ماديه، شوفي الاستقلاليه الماديه كتسمح لك انك تكتشفي بزاف نتاع الحويجات في العالم، ما كيبقاوش عندك دي ليميت، ما كيبقاوش عندك العقد، كتولي كتحسي براسك اي حاجه تشهيتيها غادي تشريها، اي اكتيفيتي بغيتي ديريها غادي ديريها، تمشي تقيدي في سال دو سبور مزيانه، تمشي تسافري مع صحاباتك، تخرجي بزاف نتاع الحاجات. بغيتي ديري روج ا ليغ تبارك الله ما شاء الله. ميرسي ما شاء الله عليك. انا جادوغ لو روج، ميرسي بوكو لا ليغ. طيب وحنا كنتكلموا على الاستقلاليه الماديه، يعني السيده الا كانت عندها او لا كتخضع او لا عندها هذا الكريتير هذا فكتكون او لا غتحس بالتوازن، في حين كاين النساء اللي كتقول لك انا مثلا سواء كتلقى متزوجه ولا مثلا باقا مع سي بارون، ولكن الناس اللي عايشه معاهم فارضه على انها ما تخدمش، في حين انهم كيعطيوها ما كاع داكشي اللي كيلزمها من الناحيه الماديه، وكتقول لك انا كنحس براسي مخنوقه، كنحس براسي ماشي اكيليبغي، كنحس براسي ما هياش كومون ديغيش. دوكو هاد السيده شنو خصها دير؟ شوفي هاد السيده غير خصها تخدم. شتي الخدمه ماشي غير كنخدم انا كنادي واحد العمل باش نتخلص منه باش تكون عندي واحد الاستقرار مادي، لا، راه العمل اوسي كما قلتها تو طالوغ كيخلينا كيسمح لنا اننا نتلاقاو مع ناس جداد، اننا نكتشفوا حويجات بزاف في الحياه. يعني واخا يكون تكون جايه من اسره مزيانه ولا يكون عندها شريك حياه اللي موفر لها داكشي اللي باغيه، تخدم ساعتين في النهار ثلاثه السوايع. هادشي اللي كنت باغي نقول لك، ساعتين في النهار ثلاثه الساعات كيف قلتي لالا ريم، هو انه للاسف ولينا كنشوفوا بعض النماذج ديال ان السيده عاوتاني وصلت ليكستريميتي، انها ولات الخدمه واكلاها، واكله وقتها، واكله يعني ما عندهاش الوقت لراسها. ف شنو ممكن تقولي في هذا الموضوع؟ شتي حنايا نسينا واحد لو برانسيب دو باز، هو اننا حنايا راه كنخدموا باش نعيشوا، حنا ما كنعيشوش باش نخدموا. الا بقينا حياتنا كلها هي وحنا عايشين وخدامين خدامين خدامين، اكل مومون غادي نعيشوا في حياتنا؟ الوغ لا، راه كنخدموا باش نوفروا واحد الاستقرار مادي، هذاك الاستقرار المادي هو اللي كيسمح لنا اننا نعيشوا. ابخي كنخرج من الخدمه كنخلي المشاكل نتاع الخدمه في اوقيتها، كندير سويعه ساعه ساعتين كاع دو بلوس من فوق الوقيته نتاعي، ولكن الخدمه كيخصها تحبس. وما نهضروش
نهضروش حتى على الخدمه في خارج الوقت ديال الخدمه، يعني صافي سالينا الخدمه صافي راه حبسنا الخدمه. شوفي كيخص سورتو انا زعما علاش كنهضر على هذه القضيه بالضبط، حيت انا اونتربرونور على باز، يعني ما عنديش وقيته اللي فيكس غادي خصني نسالمنا المشاكل. كيجيو معايا حتى للدار، حتى في الطبله جالسه مع راجلي كيدير المشاكل، مي كنحاول نبزز على راسي انني لا تنغدى الصباح ديكونيكسيون تنغدى الصباح ونغيكليو هادشي، نجلس مع العائله، نجلس نبروفيتي مع العائله حتى الغدا وغادي نحلوا هاد المشكل، ولا ناخذوا هاد الكليانه، ولا غنشوفوا شنو غادي يدير. كيخص لي ليميت في الحياه، ما غنفرطوش داكشي الزوين وما نفرطوش داكشي الخايب اوسي، مي فو دي ليميت دون لا في اوبليجي. كيخصنا هنايا مدام قلتي كتكلمي على التوازن وكتكلمي على الانسان خاصو يديكونيكتي راسو على الخدمه، واخا الخدمه كتبقى لاصقه فيه وتابعه، بارفوا كتقدر تكوني ولا تكون سالاري ولكن الخدمه راه تابعك، يعني هذا الشيء ما كيمنعش ان لحق الخدمه راه نخليها في مقام العمل ونجي. هنايا بارفوا كتلقى السيده راسها انها ما كتحش بالتوازن، والسبب هو ان شريك الحياه او الناس اللي عايشين معاها الناس اللي مرتبطين بالخدمه، كيجلسوا ياكلوا بالخدمه، كيناسو بالخدمه، كيفيقوا بالخدمه، كتقول لك انا ما كنحش بهذاك ليكيليبغ ديال حياتي الشخصيه، ليكيليبغ اللي في حياتي الشخصيه، والسبب هو هذا. شنو هو الحل؟ شوفي كي خصنا نكون واعيين اولا بالانفيرونمون حنايا اللي جالسين فيه، داكوغ، المجتمع اللي كنكونوا جالسين فيهم، يعني الناس اللي مدورين بينا، كنردوا البال لهاد الناس. شتي شوفي بحال مثلا نعطيك واحد المثال بسيط جدا كم تبان الفكره مزيان، شتي بحال شي واحد كيكون مفروض عليك من العائله وكيكون واحد الشخص شويه سلبي شويه نيجاتيف شويه توكسيك، ولكن ما يمكنش تقطع معاه العلاقه اكزاكتومون. يسوفي انك توعى انه هذاك الانسان السلبي، كنولي انا بيني وبين راسي كنحط واحد ليميت، كنحط واحد الحدود، وكنعرف انه هذاك السيد الطاقه نتاعته ما خاصهاش توصلني، يعني جو دو مي بروتيجي. اي غنجلس مع هاد الناس، جو سي هما تيهضروا على الخدمه، هما يسو ستريسي، ولكن انا راه في الداخل نتاعي جو سي كو لانستون بريزون راه الطاقه نتاعته ما خاصهاش توصلني انا. تشوا رائع جدا هاد النقطه اللي ذكرتي، فكيفاش ممكن ان الواحد يعني يحمي راسو من الطاقات ديال الناس اللي دايرين به؟ شوفي واحد الحاجه انا كتعجبني وماشي غير في هادشي نتاع نحمي راسي في طاقات، في الحياه اون جينيرال الواحد يستشعر لانستون بريزون. شتي اي حاجه مثلا انا كنديرها في حياتي خاصني نستشعرها، غنجلس مثلا نشرب قهوه غادي نشرب القهوه وغنستشعرها وغنحس بها وجبي لا سونتي، غنجلس نخدم غنتكونسونطرا على الخدمه، غادي نكون جالس في مجمع كناكل مع الناس غادي نتكونسونطرا على داك لو غوبا اللي كيربطنا ولا على ديك لا ديسكوسيون اللي كتربطنا، ما غاديش نمشي نفكر فاش هما تيفكروا ما نشد الطاقه نتاعتهم السلبيه نتبروجطا معاهم ايتونو، لا نستشعر باي حاجه كنقوم بها، داكشي اللي كنفكر فيه، داكشي اللي كنحس به، وداكشي اللي كنقوم به انا، نحاول نستشعر لو ماكسيموم، سا سي اون بون تكنيكا. هنايا مدام الجانب التجميلي اللي كيكون حاضر عند اي ولا حاضر في اي في جميع يعني في حياه اي امراه، واش كتشوفوا باللي السيده الا كانت كتعتني بنفسها انها بحال بارفوا كاين بعض السيدات اللي كتسمح في راسها ماشي غير في الوقت بل حتى في هذا الجانب هذا، كتقول لها مثلا واش حاجه ما مشيتيش شي سونتر بوتي شي صالون حتى شي بروش درتي سونتر بوتي غير مع راسها غير مع راسها، شحال ما درتي بدلتي الفيرني ديالي بحال بارفوا في دواء واش بونس غاتشاطرني اولا تنفي هذا الراي هذا، بارفوا كنكونوا كنحسوا براسنا ترونكيل مزيان اولا بارفوا كنكونوا حسوا حيت بارفوا كيجي هذاك خل التوازن كيجي بارفوا دوكو مشيتي غير للصالون صايبتي لي شعرك او صايبتي ضفيراتك او شي حاجه كتحس براسك خارجه فرحانه دوكو هنايا كاين بعض السيدات اللي كيجهلوا هاد الامر هذا فكتلقاها تابعه الحياه وملذات الحياه وتابعه ولادها ماشي ملذات الحياه مشاغل الحياه مشاغل الحياه حيت بالنسبه ليها شي حاجه مزيانه حيت بالنسبه ليها راه بالنسبه ليها هذوك ملذات كتقول لك لا خصني نشري ابارتمون خصني طوموبيل لي كريدي فوالا فوالا ولكن كتلقاها ناسيه راسها ممكن واقيلا الفيرني ديالها ما صابغاش ممكن ولا صبغاتو ونساتو خلاتو جيكو هنايا فين حاضره الاهميه ديال هذا الجانب هذا في التوازن عند المراه شوفي هذا الجانب مهم جدا علاش حيتاش اولا المراه هي انثى صافو با لوبيي داكوغ يعني فاش كنهضرو حنايا على انثى كنهضرو على طاقه انثويه هذيك الطاقه الانثويه شتي كتمشي كتخدمي كتمشي كتجيبي ولادك من المدرسه كتمشي كديها مثلا عندك عائله تو اون ريسبونسابيلتي تو انشا سا سي الطاقه الذكوريه هي اللي كتخرج لينا داك لو كوتي بوغ سورفيفغ ديفي اكزاكتومون هو اللي كيخرج لينا بزاف ولكن راه الفو با اوبلي كون فان دو كونت راه كتبقاي امراه عندك طاقه انثويه اللي حتى هي كيخصها تعزز وبلوس ديك الطاقه الانثويه كتعزز بلوس غنلقى التوازن يعني عندي شريك
الحياه انكور اون فوا ولا انا بوحدي ولا مع وليداتي، راه ما ننساش انني انا انثى مثلا مع شريك الحياه، انا جي ان كونجوا عندي الزوج نتاعي، راه اه مزيان انني نكون قاده مره وقاده، ولكن راه خاصني نحس براسي انني انثى. باغمي الحويجات اللي حنايا كنكونسيو بهم باش تحسي وتعززي الطاقه الانثويه نتاعك، هما تجلسي مع راسك، تصبغي ظفارك، تو بران جوست مثلا اون دوش ولا حمام ولا شعلي غير شميعات بحركه وتلقي موسيقى زوينه، تهلاي في راسك، مشطي شعرك، اي حاجه شتي ابسط الحويجات، ماشي ولا ودات تمشي للسونت، ماشي ولا ودات انفستيسي بزاف على الاكستيريور، مي غير نحاول نربط صله ولا جو مو كونيكت افيك لا فام كو جو سوي، نرجع للاصول نتاعي ونرجع لا ريسورس، نسالي هذا الشيء كامل ماشي مشكله، ندخل ديك الساعه نخدم ونخرج انت ولا للمدرسه وندير لو غيست كامل. غادي يقدروا يقولوا لك انا ما كاينش الوقت. كيخصنا نخلقو، ما كاينش الوقت على الريم 24 ساعه لا كيخصنا نخلقو. طوطالا كنا كنهضروا عليها على لي ليميت، كيخصنا نعرف فين تنحبس. شتي هذا الوقت اللي انا كندوزو مثلا مع راسي ولا كنخرج لان سونتر دو بوتي وكنطور بالطاقه الانثويه ونطور بالسيده، هذه جايه تصاوب، هذه هي الجوبسه، عرفتي الحديد نتاع العيالات حتى هو زوين اوسيه، حتى هذه راه طاقه. نمشي للحمام، نمشي للحمام، نضربها في التحميم، حتى هو مهم جدا. شتي هذا الوقت كيخصو خيخصني نلقاه، شتي نلقى الوقت انا ننعس، نلقى الوقت انا نتهلا في راسي، لا تيخص شويه زوينه هاد القضيه ديال النعاس، لان كيف ذكرتوا فاش كتكوني ناعسه ما يكفي، كنظن حتى هو راه كيفرق معك كيفاش غدوزي النهار ديالك. وهادشي كامل سمحتوا لي، هادشي كامل سواء ان الانسان تهلا في راسها وكذلك انها تنعس وتاخذ القسط ديال الراحه اللي كفيها، حتى هو كيخلق ولا شي كامل كيخلق التوازن. وملي كنقولوا سيده متوازنه صافي دي غاتا انسانه صالحه لجميع انواع العلاقات، سواء مع انثى او لا حتى مع ذكر. راه الا مشات غير السيده مثلا ما نعساش مزيان ومشات لخدمتها، ممكن تكون معها غير كوليك في الخدمه غير تقول لها شي حاجه هكا زعما ترونكي، راه تقدر تكون معها في نزاع والعكس صحيح. علاش؟ حيت كتكون في عدم توازن، في عدم توازن. دونك حتى حاجه او لا حتى شي ايتاب من لي زيتاب اللي ذكرتي مدام ريم، ما على السيده انها تنساهم، بل خاصها تاخذهم بعين الاعتبار، وانها ماشي غير تاخذهم بعين الاعتبار، انها تاخذهم بالاعتبار وتطبقهم. حيت للاسف كنشوفوا بعض السيدات كتقول لك، وجبونس انا غنطلب رايك، كتقول لك ايوا خاصني ندير، خاصني نتهلا في راسي، وخاصني حمام، كتشوف مثلا السيده ديزا وخاصني نمشي للحمام، محتاجه هي عارفه لو بوزوان ديالها، راه هي واعيه بالاحتياجات ديالها، ولكن ما كتطبقش. دونك هاد السيده شنو خاصها دير؟ هاد السيده خاصها تبزز على راسها، هاد السيده اولا خاصها تتعلم انها تحب راسها ان بيتي بو بلوس اكثر. شتي انا فاش كنتعلم انني نحب راسي كنولي نعرف انه كيخصني واحد شويه نتاع الوقت اللي لو بلانيتر نتاعي انا، باش نجلس مع راسي شويه بور مو فيغ بليزيغ، داكوغ؟ يعني بلوس انا جو مو كونيكت افيك مو ميم، بلوس كنوعى بذاتي، بلوس كنستشعر راسي، داكشي اللي كنفكر فيه، داكشي اللي كنقوم به، داكشي اللي كندير، كنولي كتولي عندي اون كونسيونس دو سوا، كنولي كنعرف ذاتي. اون فوا كنعرف ذاتي كنعرف انه ماشي خاصني لا خاصني ايوا غنديرها دابا الانستون بريزون، اي ما غاديش نخليها ابخي من بعد. حاجه اخرى عاوتاني علاش مهم جدا انني خاصني اونكور اون فوا نتهلا في راسي الجانب الجسدي تو سكي فيزيك، حيتاش كتبوست ليا التقدير الذات وحب الذات نتاعي ليستيم دو سوا. كيفاش كنولي نشوف راسي؟ مثلا انا غير ندوز واحد نص ساعه ولا واحد السويعه وانا مغليه في راسي، شو بيان صوبت شعري، درت هادي درت هادي، فاش كنخرج برا اليكستيريور ونمشي لشي بلاصه ونشوف سيدات زوينين، غادي يولي المشاعر نتاع هي زوينه وانا زوينه، غادي نحيد دوك المشاعر نتاع لا وانا ما كيعجبنيش راسي وانا ما كنحبش راسي مزيان وعلاش هذيك زوينه، دائما كتحس بنقص، ديما كتحس. وهذا النقص اللي كيف ذكرت هو تيجي من يعني انه ما دايرينش الخدمه اللي خصها دار، اللي خصها دار اكزاكتومون. الوغ كيفاش كنعطي وقت لراسي وكنتهلا في راسي وكنبغي راسي، ما باقيش كيبقى عندي نقص، كنولي كنعرف ذاتي، كنعرف انني انثى وهذيك الانثى حتى هي زوينه، وكنولي كنشوف العالم بواحد الرؤيه اللي زوينه. علاش؟ حيت كنشوف انا راسي زوينه. وهذه القضيه حنا ذكرنا يعني هضرنا على السيدات اللي تيكونوا في العمل ديالهم هذا، ولكن راه كيخص كذلك الطالبات، كيخص كذلك التلميذات، يعني في ليسي في فتره المراهقه، يعني التحضيرات كنظن كتبدا من هذا السن هذا. بيان سور. شوفي شتي نقول لك واحد الحاجه في دواء، راه فاش كنهضروا على الجسد راه ما كنهضروش غير على الجمال ولا نصبغ ظفاري ولا ندير شتي، حتى ليجين، يعني غير يكون عندي واحد ليجين منتظمه، كندخل كنعرف انه كيخصني جو دو بخون ما دوش لو سوار، حوايجي نتاع الدار ما كنخرج بهم الزنقه، حوايج نتاع الزنقه ما كنبقاش بهم في الدار. شتي هادشي كله هو سكي
كي خلق لنا التوازن. وهادشي كلها سي دي زابيتود اللي كنكولتيفيهم اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا كنولي كنعطيو قيت لراسي حتى كتلقى حياتك توازنات بوحدها يعني بدون ادنى يعني مجهود كبير. يعني كيف قلتي هو الى غير عاده رسخناها من سن صغير او من سن المراهقه راه كتلقى عندك كتلقى اكتسبتيها. وهادشي كينطبق كذلك فدو كذلك مدام ريم حتى على السيدات اللي كيكونوا عبات بيوت. يعني كتقول لك انا وهذه الملاحظه اللي كنلاحظوها مؤخرا مع المفاتن ديال الدنيا كتقول لك وانا ما عندي ني خدمه ما عنديش شي حاجه اللي غنخرج نديرها على الاكستيريور. ولكن وكتسولها اوكي وفين هو الوقت كتقول لك ما عرفتش الكوزينه بقيت ضليت فيها النهار كامل الشغل ديال الدار ضليت فيهم النهار كامل. دونك حتى على السيده اللي هي ربات بيت انها حتى هي دير ستوب لداكشي كامل ماشي حتى دير ستوب. يلا كنتي كتكلمي على هادشي والانسان ينظم الوقت ديالو ينظم هذاك الشيء كاع هذوك حد دابا بعض السيدات كتقول لك كتسولها ديال شنو غديري غدا كتقول لك واه نوض بحال كاع النهارات غنشقى مي نو ما عندكش واحد لو بروغرام غدا غنوض غندير غنفعل غنترك. يعني ما بقاش غادا بشكل اعتباطي. هذه من جهه. من جهه واحده اخرى مدام ريم هو واش كتشوفي من بين القيم او من بين الاشياء اللي كيخليو السيده متوازنه اكثر انها تكون انسانه عندها دراسه عندها مستوى دراسي انها قاريه مثقفه شيئا ما. حيت ملي كنشوفوا سيده اللي كتكون شويه مثلا خارجه من الدراسه او لا ما هي ما بغاش تقرا حنا ما نحكموش على السيده اللي عندها ظروف اللي يحكموا عليها انها ما تكملش قرايتها او لا نتكلموا على السيده اللي هي اختارت انها ما تكملش القرايه ديالها. واش كتشوفي باللي هذا حتى هو كريتير اللي كيخلي السيده متوازنه او لا كيخليها ماشي متوازنه؟ حنا ديما بيان سور كنشجعوا على القرايه كيف ما كان النوع نتاع القرايه. شتي تكوني تاخذي واحد المسلك ونهار تكبري تقراي المهم قراي نهار تكبري تبغي ديري غير اورينتاسيون بروفيسيونيل يعني تبدلي الخدمه ولا تبدلي الدومين ماشي مشكله خدمي فاش من بيتي لا ولكن قراي او موان. شتي القرايه اونكور اون فوا كتنور لينا دماغنا كتخلينا نعرفوا حويجات على العالم اوسي كتعطينا مستوى كتجلسي مع الناس كتلقاي ما ديسكوتي افيك لي جون كتلاقي مع شريك الحياه كيعرف انه هاد السيده هذه انا اللي غادي ناخذها مثلا راه غادي تساعدني في خيارات الحياه راه هاد السيده غتزيد بيا القدام باسكو لو برينسيپ ميم تاع علاقه زوجيه ولا علاقه عاطفيه هي انه كنزيدوا ببعضياتنا القدام. كيخصني قيمه مضافه لحياه داك السيد داك السيد كيخصو قيمه مضافه لحياتي نقدر نضيف ليه قيمه في حياته بزاف نتاع الطرق باغمي هاد الطرق ولا باغمي هاد زعما لي مويان هو انني كل قريه يكون عندي مستوى نتجمعوا مع الناس نعرف نهضر مع الناس نعرف نتلاقى مع الناس نعرف نكبر بداك لا بيرسون نكبر بداتي انا. القرايه مهمه جدا كيما بغات تكون شتي قراي الرسم قراي لاغ قراي لا ميوزيك قراي الاستيتيك قراي الخياطه بو امبورت قراي الانجينيور قراي الميديسين كيف اي واحد بيقرا شي حاجه ودابا ودابا ما بقى حتى شي اكسكيوز علاش الواحد ما يقراش. تبارك الله كل شيء كاين كل شيء متاح وخاصه كيف ذكرت سحر قبيله المثال ديال السيدات ربات البيوت اللي كيفيقوا ما عندهمش ان بروغرام. واش ما كتشوفوش ان هذا في حد ذاته راه ممكن يعني ما كيؤدي الى الهلاك كنظن انا بالنسبه ليا يعني كراي شخصي بيان سور كيدي الهلاك وكيدخل في لا مونوتوني. وحاجه اخرى عاوتاني راه بزاف كنسمعوها سورتو في لا جينيراسيون اللي كبر منا كتقول لك واه سديت عني حليت عني لقيت راسي كبرت الولاد كبروا لقيت راسي بوحدي. اه ولكن راه هذوك الوليدات وي خاصني نوعى بها وانا جون انا دوك الوليدات انا اللي كنوض ونسقى ونسيق وندير ونشقى ونطيب لهم الماكله وندير غيكبروا واحد النهار وانا جو مي غوتخوفي توت سول غنلقى راسي بوحدي ومن دابا يكون عندي بروغرام نكبر وليداتي ونربي وليداتي ونصيفط وليداتي وما ننساش راسها وما ننساش راسها. حتى بالنسبه لهاد السيدات اللي حنا تكلمنا عليهم ربات البيوت وعلاقتهم مع التدخل الاخير ديالي هو الدراسه حتى دابا كما سبق الفضوى شاس ان راه ما بقاش باش تقراي او باش ديري واحد تكوين في واحد المجال معين ما بقاش يعني ضروري انك تنوضي وتمشي ودي بلاصه تمشي لواحد البلاصه. تبارك الله غير من الدار غير بيسي ديالك كلشي ولا عندك ادوميسيل كيجي حتى لعندك كلشي متاح وحتى لا دوغي يمكن لك دوزي فورماسيون في واحد المجال معين تاخذي واحد المعلومات معينه في واحد المده اللي قصيره يعني ساعه في النهار او لا على الاكثر ساعه وكتقدي بارفوا تاخذيهم في الويكاند بالنسبه لسيدك يقول لك لا ما يمكنش انا داكشي نجيبو حتى لداري انا عندي لي زونفون عندي صداع ما نقدرش يمكن لك تمشي تقري في الويكاند يعني ما بقاوش نخلقوا لريوسنا اعضاء. هذا العذر على عذر كيف ذكرتي سحر هما بالنسبه عاوتاني للناس السيدات ربات البيوت اللي عندهم عاوتاني الاطفال ديالهم عاوتاني كتلقاهم حتى هما داخلين في واحد الصراع
الصيروره تتقول لك راه ما عنديش الوقت. واش هاد يعني في هذا المثل هذا واش فعلا ما كاينش الوقت؟ واش فعلا ما كاينش الوقت؟ كاين بعض السيدات في هذا كتكمل التدخل ديالك، كاين بعض السيدات اللي هو الامر مضحك ولكن للاسف كتلقاها ملي كتفيق الصباح وهي في لاكويزون في الشغل ديال الدار، لدرجه انها بالليل كتلقاها في الكوزينه وكتفيها هكا فيها النعاس، يعني تلمو حلات عينيها في الكوزينه وتنعس في الكوزينه. شوفي حنا عندنا ثقافه الكوزينه بزاف، حنا خصنا شويه السيدات يخص شويه مثلا غادي تدخل الكوزينه دير اونتري بلا ديسير، نحيدو لونتري نحيدو الديسير وصوبو غير البلا وهما الوليدات واكلين ساندويتش مريره ساندويتش مريره ماشي مشكله. خصنا نقصو شويه من الثقافه نتاع الكوزينه. شوفي تمسحي الغبره وتسيقي تحلي الشاشه تاع تدخل الغبره انكور اون فوا للدار، تو فوا بلوز امبورطون هو كندير داك الشيء. شوفي قليل وزوين، نطيب بالقياس، نسيق الدار بالقياس وبالقواعد. جلس شوف حاجه اخرى عاوتاني، وسورتو فيك كنهضروا على السيدات اللي ما خدامين شيتو، شتي راه الراجل كيفضل انه يدخل ويلقى مراتو جالسه في الدار وكاين ساندويتش ولا كاينه حريره حامضه ولا كاينه عديسه طايبه ايتو ومراتو زوينه وفيها ريحه زوينه ولابسه وجالسه وكتسنى استريليا على انه جالسه وزوينه وريحتها زوينه بيان سيغ سالات الطياب والسياق ودوشات وجلسات. شوف كيفضل علاش؟ حيتاش اون فان دو كونت هو راه اي حاجه كلاها، ولكن لو بلوز امبورطون سي كو يجلس مع مراتو شنو درتي اليوم، اش كيعاودوا الدراري، اش كدايره خدمتك نتايا، اي سا سي تري امبورطون. الوغ كو بيه فيه نطيب نجي نحط الماكله يجلس هو ناكل ونوض نغسل الماء عن اكل ماما انا غادي نسالي ونوض ونجمعوا دابا ونصوبوا. فهمتيني؟ لا نخفوا شويه على راسنا ايزي الماء عن يتسناو ماشي مشكله، الماكله ماشي مشكله، اليوم ناكلوا ساندويتش غدا ناكلوا شي حاجه اخرى. شوفي لو بلوز كل حاجه بالقياس، كل حاجه بالقياس، كل حاجه بالقياس. حتى من التوازن مدام مريم كنشوفوا باللي بزاف السيدات ولاو كيخلقوا راسهم التوتر، واش كتشوفي التوتر اللي هو باغمي لي شوز اللي كيخليو عدم اتزان ماشي عند المراه بل عند الناس كاملين، رجل او امراه، صغير او كبير؟ شوفي شتي هاد التوتر زعما لا غيزون حنايا اللي لقيناها لا برينسيبال غيزون اللي لقيناها نتاع التوتر هي حب التحكم. شتي فاش تنبغي نتحكم في كل شيء، نتحكم في راسي، نتحكم في شريك الحياه نتاعي، نتحكم في ولادي، نتحكم في لا ليست دو كورس، نتحكم 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 في خدمتي، راه ان مومون اون فوا جو بير لو كونترول كنبدا كنتوتر كيبدا يدخل ليا ستريس. راه في الحياه ماكينش نتحكم في كل شيء، كاين شي حوايج نتاع ربي، كاين شي حوايج اللي نبغي نصاوبهم حتى نصاوبهم، وكيجيو دي بيريبيسي في الحياه اللي كيخليوك تكوني غادي هكا وتعاودي الدوري غادي على اليمين. دوكو كيخصني شويه نرخف لاشي بريز ان تو بتي بو، نقص قدرت نجيغيها اليوم نجيغيها، اللي ما قدرتش نجيغها بعد غدا ولا غدا ماشي مشكله. الوليدات حتى يكبروا حتى يوليو مزيانين وكلشي والماكله كطيب والخدمه حتى هي كنخدموها ايتو، دوكو ا مومون تيخصنا نرخفوا شي شويه على راسنا باش نقصوا شويه من هذاك الاستريس. شويه ديال الرياضه، شويه ديال ليزاكتيفيتي حاضر. شوفي بزاف نتاع الرياضه يعني ماشي شويه، شويه بزاف على الاقل كنظن على الاقل زعما مرات كلا سمي. شتي باش كنمشي للرياضه اونكور اون فوا راه كنستشعر لو كور نتاعي، راه مهم جدا انني نوعى انا بالجسم كيحتويني. عموما وحتى لي كوتش الاخرين تبارك الله اللي استضفناهم، الرياضه ماشي رفاهيه، محتمة الرياضة، الرياضة راه شي حاجة ضرورية بيان سور، وهي عنوان فقرتنا في صباح كومبو كوتشي حياتك. كوتشي حياتك، كوتشي حياتك هي بالمناسبة أنا بالنسبة لي كنشوفها باللي ماشي عنوان ديال الفقرة جا هكاك، مي بالعكس كوتشي حياتك صافي تجي ماشي غير كوتشي حياتي غير في توسكي سبور أو غير في توسكي، كوتشي حياتك من جميع المجالات، يعني كوتشي حياتك من الناحيه الرياضيه، من الناحيه النفسيه، من الناحيه القانونيه بعض الاحيان، حيت الانسان خصو كوتشي حياته من الناحيه الاجتماعيه. دونك سي بور سا حنا اختارينا ان هذه الفقره هذه ما نقتصروش فيها على كوتش دو ديفلوبمون بيرسونيل او لا نقتصروا على كوتش ديال الرياضه او لا كوتش في مجال اخر، بل جميع لي كوتش. علاش؟ حيت ممكن لو بوان اللي غادي يعطينا واحد لو كوتش اليوم ماشي هو الميم اللي غيعطينا غدا وبعد غدا وهي غدا، مي لو بوت وبيان لانتيغي ديالنا صباح كومبروك هو ان الناس اللي غيتفرجوا معنا يوصلوا للتوازن. هي جميع المواضيع اللي هنا كنتناولوها دائما كتصب فيغ واحد مصب واحد هو التوازن، باش نحققوا التوازن في حياتنا. التوازن الصحي، توازن نفسي، رياضي، الجمال، معايير موضة وديكو، توازن اون جينيرال. طبعا صح تبارك الله عليك. وهنايا طبعا كنشوف لاله شيماء مهتمة جدا بهاد الفقرة هادية، شنو ممكن تقولي لنا في هاد الإطار؟ الرياضة مهمة بزاف لافام لأن كتحسن النفسية ديالها وكتخليها تكون راضية على لو كور ديالها، فاش كيكون هاد الشيء أوتوماتيكمون كتقدر تحصل على واحد النوع من التوازن. التوازن طبعا أكيد فاش كنهضرو على التوازن ديال المرأة كذلك كنهضرو على التوازن ديال الأسرة، لان كنقولوا
شركه متوازنه غادي تحقق لنا واحد الدفء في الاسره او لا مدام ريبي. شوفي شتي حنايا علاش كنحتموا عاوتاني على هادشي؟ شوفي سي دي شوز شاف دو صحاب اللي الفون دو بيان لراسنا حنايا، يعني حويجات اللي كيخليونا مزيانين، واوتوماتيكمون فاش كنكون انا مزيانه راه هادشي هو لو ميغوار نتاع الناس اللي مدورين بيا انا في حياتي. يعني فاش انا غادي نتيها في راسي، وفاش غادي نلقى وقيت لراسي، وفاش غادي ندير لي ليميت انا في حياتي، وفاش غيكون عندي دي بريوريتي في الحياه، هذه الاولى هذه الثانيه هذه من بعد هذه، كنتلاقى مع واحد السيد ولا كنتلاقى مع واحد الشريك الحياه، واحد هذاك لا بيرسون انا اللي كنتلاقى معها كيكون واعي انني راه عندي اولويات في حياتي، انني راني لاقيه ليكيليبر انا دو ما في. يعني كنأتيغي واحد الشخص اللي حتى هو عنده اولويات في حياته، كيحترم التوازن تاعي انا في حياتي، كيعطيني قيمه اونكور بلوس. واصبر بحاجه واحده اخرى، كنظن انه من المهم ان السيده تكون عندها مشاغل واحده اخرى وما تبقاش مركزه فقط مع الشريك ديالها. جدا. شوفي مهم بوغ بلان دو غيزون اللي كثار ما يمكنش نقولهم كاملين، مي باغمي هاد لي غيزون هو انه شتي فاش لا بيرسون غادي يجي وغادي يلقاك انه عندك واحد لا فالور بيرسون، واحد القيمه شخصيه خدامه عليها، عندك قيمه عمليه، عندك قيمه اجتماعيه، يعني دير ليها مع العائله مزيانين، عندك صحابات مزيانين، عندك دي كونيسونس ان كارني دادريس مزيان، عندك واحد القيمه الروحيه يا اون بون براتيك، كنصلي كنصوم كنتقرب من سيدي ربي وصافي. شتي فاش كتجي لا بيرسون شريك الحياه يعني الرجل وكيشوف واحد السيده بحال هكا، كيعرف انه ديك السيده لا راه خاصني نتعامل معاها مزيان، لا راه خاصني نحترمها، لا راه خاصني، علاش؟ حيتاش هي بداتها محترمه راسها، وهي بداتها كتحب راسها، وهي بداتها خدامه على التوازن تاعها، وما غاديش تسمح ليه انه يقلل من هذا الاحترام. شوفي قبل ما غنسمح ولا ما غنسمحش، هي طاقه. هي انا كنفايبري في واحد الطاقه نتاع التوازن، اوتوماتيكمون كنأتيغي واحد الشخص اللي غادي يحترم ماشي معاك في نفس ماشي معايا في نفس لا فريكونس في نفس الطاقه نتاعي. عليها مهم جدا انه السيده راسك 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 ولو غيست راه غادي يجي ابخي باغ لا سويت. هنايا مدام ريم ما غنبعدش بزاف على الجواب ديالك، وغنوقف معاك عند الاحترام. وي الاحترام كما قلتي خاصنا نفرضوه اولا مع الناس اللي كيعيشوا معنا، من بينهم شريك الحياه. احترام الاكستيريور واش كتشوفيه باغمي الحويجات اللي كيخلقوا التوازن عند السيده؟ الاحترام اون جينيرال على الناس الاخرين. بيان سور بيان سور. شوفي السيده اللي كتحترم اولا ذاتها وكتحترم شوفي الاحترام راه فيه بزاف عاوتاني نتاع لي مانيفيستاسيون. راه نقدر غير مثلا ندخل فواحد البلاصه وتكون السلام عليكم الله يخليك عطاني هادي شكرا عطاني هادي، هادشي راه تيعبر على ذاتي انا اونكور اون فوا تو فوا، راه انا فاش كنحترم ذاتي وكنحترم الاخر راه اوتوماتيكمون كنعيش التوازن في حياتي. تيقول لك احترم تحترم. بيان سور لاباز وحاجه حميده انني نحترم الاخر، نحترم الحدود نتاع الاخر اوسي باش الاخر احترم الحدود نتاعي. انا ما نطاول على بنادم، ما نسول الحويجات اللي ما مهمينش انا بالنسبه ليا، ما ندخلش في تفاصيل اللي ما تيهمونيش. شوفوا الاحترام راه فيه بزاف نتاع لي مانيفيستاسيون، وبيان سور تيخلق التوازن. كنحترم الاخر ونحترم لي ليميت نتاع الاخر اوتوماتيكمون كنحترم. ولكن بلاتي هنا بغينا نوقفوا واحد دقيقه على واحد الامر. تكلمنا من بدايه الفقره جوسكا مانو على التوازن، كيفاش نخلقوا التوازن، ولكن كيفاش السيده تخلق لراسها التوازن وما يوليش غرور؟ شوفي انا نقول لك واحد الحاجه، راه قلت لك طوطه شتي كاين بزاف نتاع لي باراميتر من غير هاد القيم اللي هضرنا عليهم توصى. حب الذات شتي فاش كنتعلم حب الذات نتاع بصح، وسورتو هادوك لي مومون اللي كنجلس مع راسي بوحدي وكنتسند لراسي وكنحس بلا فيولنيرابيلتي نتاعي، يعني كنحس براسي انه انا انثى، انا قويه وكنقدر ندير بزاف نتاع الحوايج، ولكن انا راه ضعيفه او ميم طو، انا راه كنبقى انسان كنستشعر عاوتاني لانستون بريزون، يعني كنستشعر المجتمع وكنستشعر داكشي اللي مدور بيا، كتولي عندي واحد اون سوغ دومباتي، كيولي عندي تعاطف مع الاخر. شتي فاش تنولي انا كنتعاطف، راه توتا لوغ قلتها في لا فالور سبيريتويل، شتي فاش كيولي عندي تعاطف مع الاخر كنولي كنحس بالانسان الاخر اوتوماتيكمون امبوسيبل يكون عندي الغرور. علاش؟ حيت انا جي اكزيست، انا كاينه، ولكن راه كاينين ناس اخرين حتى هما مهمين. انا كاينه ومهمه مثلا في العلاقه الزوجيه، ولكن راه هذاك راجل مهم، راه حتى هو ان اتر هومان اون فان دو كون تو فوا. يعني بزاف نتاع الحويجات اليوم غدا اليوم غدا كيفون كو كنمشي الحب الذات وما كنمشيش للغرور اونكور فوا، حيت الكره الارضيه ما كدورش على واحد، كدور علينا كاملين. هادشي كنتعلموا اتخافيغ التوازن. بغيت نضيف غير حاجه وحده، حيت باش الناس اللي كيتفرجوا فينا ما يحسوش براسهم انه طلعنا لا باغيير ولا خاصهم يطلعوا لا باغيير في لي زوبجيكتيف، راه التوازن بشويه بشويه، راه كل حياتنا كامله غنخدموا عليه، ويوغا دي زانستون وكاينين فترات اللي ما غيكونش عندنا التوازن، وغادي تكثر الخدمه ويكثر الستريس ويكثروا الاولاد، وما باقاش جو سوغي ميم بلو او دوني بي، ما نعرفش راسي واش نشوف عليهم ولا نشوف على اليسار، عادي جدا.
كنخلي ديك لا بيريود دوس اون بيريود دو ستريس كنخليها دوس اون بيريود ما نقدرش نمشي فيها مثلا لاصال ولا ما نقدرش نقول فيها برودكتيف ماشي مشكله حتى هي في بارتي دو الحياه نخليها دوز وفاش نولي شي شويه مزيان ديك الساعه نعاود نكمل درجه فوالا ومن ما بين يعني كذلك المسائل اللي كتخلي او كتخلق شيء من التوازن هو انك فاش كتحسي براسك انك باقا قادره ديري والو كتقولي انك ما قادره ديري والو لازم انه يسمع راسه يسمع لذاته حيت كاين للاسف بعض النساء ولا حتى بعض الرجال فهاد النقطه هما مشاركين فيها واللي هي كاين بعض الناس اللي كيحس براسو راه صافي ايبويزي ما قادرش ني الخدمه ني لاصال نتا وكاين نوض ويلبس ومشي لاصال نوض يلبس ومشي عند صحابو ولا هي تخرج عند صحاباتها وهي غاده مي نو عندنا واحد الذات اللي ربي عطاها لنا امانه خاصنا نسمعوا ليها ماشي صافي حيت انا عندي خاصني ندير لا راه حتى ذاتنا الا جهدنا عليها راه تحس بنا غدا يوم القيامه لا نسمعوا لراسنا ونطبقوا داكشي اللي بغى راسنا بيان سور ما نتبعوش الخمول ما نتبعوش الكسل ولكن بعض الاحيان نسمعوا لراسنا نسمعوا لراسنا طبعا وفيه هنا فين كيدخل دوك لي غراس ماتيني دوك الصباحات ولا دوك الايام دوك الصباحات ولا دوك الايام تختاري ما ديري حتى حاجه حتى واحد ما يهضر معايا شوفي اللي بغى يمشي يخدم يمشي اللي بغى شويه عليك والسيده عاوتاني واحد الحاجه اللي مهمه السيده راه كيخصها تنعس اكثر من الراجل راه كيخصنا حنايا شويه عاد نتاع النعاس شويه زايدين عطينا شحال من ساعه تقريبا شوفي بعد الى شوفي سا ديبا واحد 8 السوايع حسب ريم لا شوفي شتي كاين السيدات اللي تبارك الله كينعسوا 5 6 9 سوايع وكتنوض كتلقى مزيانه مجاهدات مجاهدات شوف ولكن دو طون زون طون 8 7 نتاع السوايع عندي شي نتاع الضغط وخاصني نفيق بكري 6 نتاع السوايع ولكن ريكوبيريها او كور دو لا سيمين نعس واحد شنو بالي استقلي عليا جو سي غير نريكوبيري ابري بار انا عندي غير واحد التحفظ يعني ما فهمت ما عرفتش واش تتفقوا معايا ولا لا هو داك لو ستيغما اللي ولا على مراه وقاده يعني كيلاحقها 24 ساعه واش ضروري ان المراه تكون دائما مراه وقاده ولا ممكن انها في واحد الفتره ولا واحد الوقت من حياتها او من نهارها تقول انا ما باغا والو شوفي خاصها عرفتي علاش انا نقول لك فدوى وسورتو فيك انا كنهضر بلوس على المجال تاعي مدربه في علاقات حب دونك جيم بيان دو طون طون نشير لهاد القضيه شوفي شتي انا الا كنت مراه قاده هذاك الراجل اللي غيدخل لحياتي شنو غنخليه يدير انا في هذا لا فالور اجوتي كل فالور اجوتي نتاع ولا بالعكس وهو اصلا الرجل كرجل راه عنده واحد الطاقه الذكوريه اللي حتى هو كيخصو يستشعرها حتى هو كيخصو يحس بها والرجل ما كيحس بالطاقه الذكوريه نتاعته هو الا فاش كتكون بجنبه انت يعني خاصني شتي امراه انت مراه قاده مزيان فاش نكون بوحدي فاش ما يكونش الراجل معايا داكور فاش يكونوا مواقف صعبه ولكن مره مره نتفكر انني راه كنبقى انت اون فان دو جورني نرخف نرجع شويه اللور نخلي السيد اللي معايا هو اللي هو اللي يبخل على ديك الساعه ولا يسوق المركبه تبارك الله عليك لالا ريم عبد اللي تبارك الله عليك طبعا موضوع جدا رائع طبعا كنتمنى ان السيدات يكونوا وصلتهم الرساله ديالنا وغادي نخلي لك طبعا كلمه اخيره باش نختموا هذه الفقره هذه شنو ممكن تقولي لنا شوفي نتهلاو في راسنا ونتصنتوا لراسنا ونحبوا راسنا ونحبوا راسنا ونتطوروا بالناس اللي يحبونا على الطريقه الصحيحه طبعا ما قلا وزن ما قلا وزن عادي نتصنتوا لها مزيان نعاودوها نقيدوها في شي ريقه نبقاو نشوفوها مره مره وصافي ولو غير صراحه دائما في اطار يعني العادات الجميله والجيده باش ان نحققوا واحد التوازن في حياتنا بهذا مشاهدينا غنكونوا وصلنا معكم نهايه هذه الفقره